البنات إبا إحنا عندنا سلايف صفية وخديجة، صحيح؟ أطفال بنات لسه متجوزين، ما عرفوا الله فين طحاهم، رايت؟ لا هو ده الزمن، الزمن هو ده الزمن، كانوا يتجوزوا لا إله إلا الله. لا دي أحد استأذنها، ولا دي أحد قال لها، ولا لها في شيء. واحدة قالت أبوها بعتها برا البلد، والتانية أبوها مات فأمها جوزتها الراجل، أمها تبى تتجوز، فراح جوزت الأب وأدت وجوزت البنتين. بس إحنا بنتكلم عن صفية وخديجة. أيوة صفية أمها جوزتها ابن جوزها، وخديجة أبوها بعتها بر البلد عشان إيش؟ أيوة لأنه هي كانت أهل جدة، فيعني فاهم كيف؟ الشاهد الاثنين عندهم حالة فقد ولا إله إلا الله. واحدة أبوها مات، والتانية أبوها بعتها برا البلد، و حد سألهم ولا حد قال لهم ايش تبغوا، ولا اي بزرة ميت. يا دي قصة انهم تلاقوا هما الاثنين بيطبطبوا على بعض، بيهرجوا مع بعض، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين عاد صفية أمها ماتت، وخديجة أمها ماتت، فصار برضو عندهم شبه اللي شبهه، اتنينهم أصحاب بنات جمعهم بيت واحد، الاتنين عندهم حالة فقد، فإيش يسموها؟ إن هما جمعهم السفينة هذه، جمعهم نفس القصة، نفس الحزن، نفس الألم، right؟ أيوة فهي جدة الأم، يعني أم الأم وأم الأب، الحمد لله. يعني هذا اللي ورثته منهم الحمد لله. أيوه ورثت من أم الأم، ما شاء الله الله أكبر. وبعدين ورثت من أم الأب، ما شاء الله الله أكبر. يب يا جامع الناس لي يوم لا ريب فيه.